السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناة تيتي كروشيه، ومرحبا بكم في فيديو جديد. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. تكون دخلت أول مرة، مرحبا، نقولها مرحبا بك، وما تنسيش ديري لي أبوني ولايك. والمشتركين نقولهم مرحبا بكم. في هذا الفيديو غادي نخدموا مع بعض هذا مفرش او لاناب. الميزه تاعها اللي هي في الساعة تكبر وتطول من الجهتين، كما تشوفوها هو من هذه الجهه وهذه الجهه، وانا خدمتها غير صغيره تاع كوافوز ولا تاع امام ان بورتشوسور ولا حاجه. وانتوما هذه الميزه تاعها تكبر في الساعة، نجمو تكبروها قد ما تنجمو ديروها مفرش تاع طاوله كبيره تاع سفره تاع صالون مونجي كيما تبغوا. المهم هذه هي، انا خدمتها بخيط شويه رفيع، خيط كوتون. انا غادي نخدمها معكم بخيط شويه يعني سميك باش هكا تبان معكم، وتنجمو تخدموها بخيط سميك. الخيط اللي تبغوا تستعملوه استعملوه، المهم بخيط السميك تكبر اكثر وتبان اكثر. نبدأ بسم الله على بركة الله. اولا نديرو عقدة البداية كما تعودنا بهذا الشكل، وندير نطلع ب 22 سلسلة. واحد، اثنين، ثلاثة. مناسبة الكروشيه هو رقم 3.5، هذا 3، 4، 5. بعد ما كملت 22 سلسلة هذا الشكل، نروحوا لأول سلسلة ونغرقوا منزلقة. هذا الشكل ونديروا 3 سلاسل. 1، 2، 3. ونبدأ نخدمه في الفوق، من نخدموش في وسط الدائرة، نخدمو فوق السلاسل. هذا نعدوه أول عمود، ونروحو لتاني سلسلة ونخدمو عمود. هاد الشكل تالت عمود، ونتوح الخيط ما تفهم انا. رابع عمود، غادي نخدم هنايا 11 ونعاود نرجع معكم. بعد ما كملت ال 11 عمود، يعني الثلاث سلاسل اللي طلعنا بهم زدنا 10 اعمدة، نديرو 10 سلاسل. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. عفوا، 10. ونروحوا الاول هنا سلسله ونخدموا عمود، يعني غادي نزيدوا 11 عمود اخر من هاد الجهه. 1، 2. ثلاثة، فوالا. بعد ما خدمت 11 عمود نعاود نديرو 10 سلاسل. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. وفي ثالث سلسلة نبلعو منزلقة هاد الشكل. تحصلوا على هذا الشكل. هذا السطر الاول، نروحوا للسطر الثاني، نطلعوا بثلاث سلاسل ونعملوا نديروا فوق كل عمود نديروا عمود هذا الشكل. فوق كل عمود نديروا عمود.
بعد ما كملت الأعمدة نجينا لهذا الفراغ نخدمه في نروحو في الوسط هذا الفراغ ونخدمه خمسة أعمدة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. ونديرو عشرة سلاسل، يعني هاد الجهة منا دائما تتبدل شوية هاد السطرة، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. ونروح نعود نزيدو خمسة أعمدة داخل هاد الفراغ، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. خمسة أعمدة، يعني ديرو هنا في خمسة أعمدة في هاد الجهة، عشرة سلاسل وخمسة أعمدة. ونروحو وهنا وقع لنا فراغ نكحزو شوية كيما هكا، ونروحو نخدمو فوق كل عمود عمود بهاد الشكل. كيما راكم تشوفو البنات بعد ما كملت الأسطر الخمس نشوف كيما هنايا، كيما تشوفو هنايا من داك خدمت بخيط رفيع، شوفو ال كي جا صغير، وهنايا جا شوية كبير. مادامكم تخدمو بخيط سميك ترتفعو بخيط سميك تحصلو على هاد النتيجة. فوالا شوفو دركي كملنا الأسطر الخمسة، غادي نطرقو باش نخدمو الصرافات. بعد ما بلعت المنزلقة نزيدو نتقدمو بمنزلقة في العمود الموالي بهذا الشكل، نديرو ثلاث سلاسل اثنين ثلاثة مثابة العمود الأول، وفي نفس المكان نزيدو عمود سلسلتين، وفي نفس المكان نزيدو عمودين، العمود الأول والعمود الثاني. ونديرو ست سلاسل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ونحسبو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، في السابع نخدمو صدفة أخرى ثانية بهذا الشكل، متكونة من عمودين، العمود الثاني وسلسلتين وعمودين. يعني تحصلوا على هاد الصدفة بهذا الشكل، أو ست سلاسل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ونخلو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، في السابع نخدمو صدفة، نكملو بهذا الشكل، نخدمو صدفة. كي نجي لهاد المنطقة نعاود نوريكم. فوالا البنات بعد وصلت للأخير هنايا، غادي نخدمو فوق هاد التلت أعمدة، تلت أعمدة كيما هكا، العمود الأول والعمود الثاني والعمود الثالث. العمود الثالث غادي تقولوا لي هنايا بقى لنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، في السادس عاد خدمنا في هذا السطر غادي اكسيبسيونيل، غادي نخدمو كيما هكا، بصح في السطور الاخرى غادي تبقى كيما هي
في السطر في السابع نخدموا الصدفة، غير في هذا السطر اللي غادي نخلو خمسة من هاد الجهة ونديرو وندخلو في الوسط هنا كيما مدارين، نخدمو خمسة أعمدة وعشرة سلاسل وخمسة أعمدة. فوالا بعد ما خدمنا البنات الأخرى ليكم هادي باش تشوفو هايا، بعد ما خدمنا خمس أعمدة وعشر سلاسل وخمسة أعمدة نعاودو نخدمو هنا تلت أعمدة واحد مور آخر، واحد العمود الثاني العمود الثالث، ونخلو خمسة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، في السادس نخدمو نديرو صدفة عمود تاني عمود سلسلتين وعمودين في نفس المكان باش نديرو صدفة. نفس الشيء ست سلاسل اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، نحسبو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، في السابع نديرو صدفة، نكملو كيما هكا حتى نقطة البداية تاعنا ونزيدو نكملو العمل تاعنا. فوالا البنات في هاد الجهة نتحصلو على ست صدفات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، نكملو العمل تاعنا في العمود الثالث ثم نروحو نخدمو تلت أعمدة واحد اثنين ثلاثة، ونعاودو نخدمو في وسط هنايا في الفراغ خمسة أعمدة عشر سلاسل خمسة أعمدة، ونزيدو نكملو هنايا نديرو تلت أعمدة، نكملو الصدفات تاعنا باش نتحصلو على ست صدفات. نكمل كيما هاكا ونعاود نرجع معاكم. فوالا بعد ما كملت الخمسة أعمدة عشرة سلاسل خمسة أعمدة، درت تلت أعمدة وست سلاسل، وفي العمود الخامس واحد اثنين ثلاثة أربعة، في الخامس قلتلكم هذا إكسيبسيونيل، غير هاد السطر اللي فيه هاد النظام تاع الحساب، من بعد صاي كلشي يولي عادي. نديرو هنا صدفة ونكملو حتى هنايا نقطة البداية تاعنا. فوالا بعد ما كملنا الصدفة الأخيرة هنا نروحو لتالت سلسلة نبلعو منزلقة نعاودو نتمشو بمنزلقة في العمود الثاني، ونعاود ندخلو في الوسط نديرو منزلقة ونطلعو بثلاث سلاسل بمثابة العمود. لاحظوا هنايا عندنا نفس الصدفات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، عندنا في الجهتين ست صدفات. فوالا دروك هنايا نخدمو نعاودو نولو في نفس الصدفة نديرو صدفة متكونة من عمودين سلسلتين، وندخلو في نفس المكان ونديرو عمودين. هاد السطر نفسه يعني نكررو، وست سلاسل عاد نخدمو صدفة، كي نجو هنايا نعاود نفهمكم كيفاش نخدمو. بعد ما درنا السطر تاع صدفة فوق صدفة، يعني صدفة ست سلاسل صدفة ست سلاسل صدفة ست سلاسل صدفة، يعني في كل فوق صدفة نديرو صدفة، من بعد ست سلاسل ونروحو نخدمو فوق كل عمود عمود بهاد الشكل. عمود فوق كل عمود كيما هكا حتى نوصلو لهاد الفراغ، ونخدمو عشر خمسة أعمدة عشر سلاسل خمسة أعمدة، ونعاودو نروحو نديرو هنا عمود فوق كل عمود، ونجو فوق كل صدفة فوق كل صدفة نديرو صدفة ست سلاسل صدفة حتى نجو لآخر نقطة البداية تاعنا. شوفوا معايا بعد ما كملت السطر كاع، يعني السطر هذا وهذا السطر السادس والسابع متكررين، يعني نفس الشيء نخدمه
في درك كملت هنا السطر وبلعت منزلقه ودرنا نفس الشيء ودرت صدفه. هذا السطر غادي يكون مختلف، نديرو ثلاث سلاسل ثلاثه ونروحو نحكمو هاد السطرين بغرزة حشو، ثلاث سلاسل ونروحو نخدمو صدفه فوق الصدفه، تكون من عمود عمودين سلسلتين عمودين سلسلتين عمودين. ثلاث سلاسل ونحكم السطرين بغرزة حشو، ثلاث سلاسل وصدفة. حتى كي نجيو لهنا نخدمو تاني صدفة ست سلاسل ونخدمو أعمدة هنايا فوق كل عمود عمود، يعني كما تشوفو في السطر السادس كانوا عندنا 8 ولو عندنا 13، من بعد غادي كي نزيدو نخدمو هنايا خمسة عمود فوق كل عمود نزيدو لخمسة الأعمدة يولو عندنا 18. هنا يختلف هذا مكان، يعني غير كيف كيف نخدمو حتى نوصلو لنقطة البداية تاعنا. صدفة ثلاث سلاسل غرزة حشو في السطرين عاود ثلاث سلاسل عاود صدفة حتى نوصلو لنقطة البداية تاعنا بهذا الشكل. فوالا بعد ما كملت السطر الثالث نتحصلو على هذه النتيجة. كما راكم تشوفو كنخدمو بالخيط شوية سامي كنتحصلو على هذه النتيجة جي كبيرة. بون حنايا دروك كيما قلت لكم خدمنا هاد الخمسة اسطر، خدمنا هاد الثلاث اسطر، يعني هادو ثلاث اسطر غادي يتعاودوا، غادي نعاودوا نولوا للسطر الاول. بصح كي نجو لهنا باش هنايا هاد السطر الاول هي غادي نعاودوا، غادي نعاودوا الصدفات ونزيدوا الصدفات واحد اخرين. بون انايا بعد ما بلعت المنزلقه ودرت صدفه نعاودوا نزيدوا نديروا ست سلاسل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، وندخلو نخدمو صدفة متكونة من عمودين سلسلتين وعمودين. هاد الشكل ونعاودو نديرو ست سلاسل ونخدمو صدفة فوق صدفة حتى نوصل لهنا ونعاودو باش نخدمو مع بعض. بعد ما وصلت لهاد الجهة بون خدمت صدفة ست سلاسل، كي نجيو لهنا عند الأعمدة نخلو العمود الأول ونروحو للعمود الثاني ونخدمو صدفة. كيما راكو تلاحظو غادي ندروك في هذا السطر اللي غادي نعاودوه، كيما فهمنا عندنا ثلاث أسطر نعاودوهم، حنا ولينا للسطر الاول. كي نولو للسطر الاول غادي اوتوماتيكمون نزيدو الصدفات. هنايا نزيدو صدفه نخلو عمود، كما نخلو عمود نروحو للعمود الثاني عمودين سلسلتين وعمودين في نفس المكان تحصلوا على صدفه. يعني غادي نزيدو صدفتين في هاد الجهه وصدفتين في هاد الجهه، ميم حتى في هاد الجهه غادي يزيدو. نعاودو ست سلاسل، اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، كيما تعودنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة في السابع العمود السابع نخدمو الصدفة تاعنا. خدمنا صدفة ست سلاسل، غادي نعاودو كيما تعودنا في السطر الأول خدمنا تلت أعمدة، نروحو للعمود الثالث كي تحسبو صاي قلت لكم الخلل كان غير في السطر الأول. دوك نيشان غادي نخرجو نيشان في الحساب، عندنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة في السابع هاي في العمود الثالث نخدمو تلت أعمدة متتاليين بهذا الشكل. دايما كيما هاكا نبدو السطر الأول كيما هاكا السطر الأول وغادي نضاعفو نزيدو الصدفات ونخدمو عادي كيما خدمنا السطرين اللي خدمناهم مع بعض. بون السطر هذا العمود الثاني عفوا
الثالث ونخدمو هنا لداخل خمسة سلاسل عشرة سلاسل وخمسة عفوا خمسة أعمدة عشرة سلاسل خمسة أعمدة. بعد ما خدمنا خمسة أعمدة وعشرة سلاسل خمسة أعمدة نروحو نخدمو ثلاث أعمدة فوق الأعمدة الموالية، واحد اثنين ثلاثة ستة أعمدة ست سلاسل عفوا اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ونحسبو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة في السبعة نديرو صدفة. بون بعد ما خدمت الصدفة درنا ست سلاسل غادي نحسبو سبعة ستة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة في السبعة. كيما خلينا عمود في الجهة الأخرى يبغانا عمود هنايا باسكو درنا هنايا خلينا عمود عاد خدمنا صدفة، هنايا يبقى لنا عمود كيما الجهة الأخرى ونخدمو صدفة متكونة من عمودين سلسلتين عمودين ونكملو العمل تاعنا ست سلاسل وندخلو نخدمو صدفة ست سلاسل صدفة حتى لنقطة البداية تاعنا. نفس الشيء من هاد الجهة تاني ست نديرو كي وصلنا لهنا ست سلاسل نخلو عمود ونخدمو صدفة ونعود ست سلاسل ونخدمو صدفة صدفة ثانية ونعود ست سلاسل ونخدمو فوق الأعمدة الثلاث هادو ونكملو العمل تاعنا حتى نقطة البداية تاعنا. نذكركم شوفوا معايا بعد ما كملت السطر الأول اللي زدنا فيه الصدفات في الجهتين نعاودو السطر الثاني نفس الشيء ما نزيدو لغاية فوق صدفة صدفة ونكملو لو تور. دروك كما تعرفوا غادي نبدو السطر الثالث اللي نلمو فيه هذا الكسمو. بون انا ما غاديش نكمل معكم كاع على هاد لانا بيان سور، هادو هما الخطوات اللي غادي تتبعوهم. تخدموا لا باس تاع خمسه اسطر وديروا ثلاث اسطر، هادو الاسطر المتكرره تعاودوهم شهوة في السطر اللي نعاودوه الاول نزيدو صدفات، غادي نزيدو صدفتين منا ومنا وجهة الأخرى تاني كذلك باش تكبر معنا لاناب. نفرض بون توما غادي لاناب تكبروها قد ما تحبو، نفرض أن هادي لاناب صايني كبرتها غادي ندير معاكم تزيين، نوريكم تزيين بسيط. نطلعو هنايا بون كي تجو تكملو السطرين تجو في السطر الثالث في الأخير كاع ديرو في السطر الثالث ديرو التزيين. نطلعو بثلث سلاسل بعد ما دخلنا المنزلقة ونزيدو ثلث سلاسل واحد اخرين ونروحو ندخلو في السلسلة الثالثة واحد اثنين ثلاثة وندخلو نديرو بيكو بهذا الشكل نديرو منزلقة ونعاودو ندخلو في نفس الفراغ نديرو عمود عفوا هاد الخيط شوية نعاودو ثلث سلاسل واحد اثنين ثلاثة ندخلو في هاد الحلقتين للزوج كيما هكا ونديرو بيكو نعاودو ندخلو نخدمو العمود الثالث وثلث سلاسل ثلاثة وندخلو في الحلقتين هادو ونديرو بيكو نعاودو ندخلو نديرو العمود الرابع ثلاث سلاسل ثلاثة ندخلو في هاد الحلقتين نديرو عفوا بيكو نتحصلو على هاد الشكل واحد اثنين ثلاثة أربعة ونروحو نديرو ثلاث سلاسل واحد اثنين ثلاثة ونروحو نلمو هاد الخيطين سطرين عفوا بغرزة حشو ونزيدو ثلث سلاسل ونكملو التزيين تاعنا بهذا الشكل عمود ثلث سلاسل وندخلو في حلقتين ونديرو بيكو كيما خدمت في هاد لاناب كيما خدمت في هاد لاناب. فوالا ها هو التزيين
كيما هكا حتى تتكملوا نجيو لنقطة البداية. بون فوالا، ان شاء الله يكون جينا الى نهاية الفيديو، ان شاء الله يكون عجبتكم وتطبقوها معايا، والى فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.